خلية الأزمة النيابية تطالب بإعادة الحظر الشامل لمدة 14 يوماً. السلام عليكم متابعين الكرام، قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك الأخبار العاجلة والمهمة. حيث قال مقرر خلية الأزمة النيابية النائب الدكتور جواد الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إنه بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب وأعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس يجب العودة إلى حظر التجوال الكامل لمدة 14 يوماً خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك، على أن يتم قبلها إكمال توزيع منحة الطوارئ المالية على مستحقيها.